احنا معانا دلوقتي ندى الاشقر، هتحكي لنا عن الانجازات الجميله اللي هي قدرت انها تعملها والصعاب اللي قدرت انها تتخطاها علشان تقدر توصل اللي هي فيه دلوقتي. شرفتينا يا ندى، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، اهلا بيكي يا ندى. وطبعا احنا فخورين بيكي وبنقولك مبروك على كل الجوائز والميداليات اللي حصلتي عليها، واحنا بنحتفل خلاص بمرور سنه 2018 اللي مليانه بالانتصارات، وحبينا ان احنا من خلال صباح الورد نركز على الايجابيات والانجازات. في البدايه بقى هتحكي تعرفي الناس بيكي اكتر وتقولي لنا بداتي رياضه التايكوندو من سن كام سنه، واحنا عارفين ان انت بديها من سن صغير قوي، وايه اللي شدك لرياضه زي دي وانك تاخدي قرار في هذا السن الصغير انك تروحي لرياضه زي دي؟ انا بلعب تايكوندو من وانا عندي 4 سنين، وكان السبب في دخولي فيها اصلا بابايا. بابا هو اللي كان بيلعب تايكوندو زمان قوي، وبرده كان ما شاء الله عليه فيها جدا. وبس كل اللي خلاه يبعد عنها شغله، عشان بابا ضابط جيش في القوات المسلحة بقى، وفنتي عارفة يعني بنوجه لهم التحية. أنا بصراحة فخورة جدا يعني أنا بحبهم. فخر مصر ورجال مصر الشرفاء في الحقيقة، وربنا طبعا يخليهولك. ربنا يخليك يا حبيبتي. بس فهو الوحيد اللي خل يعني اللي بعده عنها كده، فأنا كنت ساعتها اتولدت، فلا خلاني بقى انا اللي اخد يعني الحته دي بقى، لان انا كمان واخده منه روح القتاليه دي جدا. انا نفس شخصيته بالظبط. يعني مش مجرد ان باباكي كان عايزك تلعبي الرياضه اللي بيلعبها، لا انت حبيتيها. حببني فيها جدا، ومع الوقت كنت انا ماشيه معاه ومتقبله الموضوع جدا، مع اني تستغربي قوي بنت توافق على لعبه زي دي وضرب وكده، لا انا كنت تمام مبسوطه وماشيه. ولما لقيت نفسي بكسب فاول حاجه وانا صغيره جدا اتشجعت اكتر. فكنت اللي هو ايه، لا انا عايزه اكمل. انا مثلا لما بلاقي بقى كان دايما يجي يعمل لي احتفالات عشان تشجعني، فيقعد يحتفل بيا والمدربين بتوعي وكده، فده كله شجعني خلاني اكمل. وهو الحمد لله وصلني لبطوله العالم ولسه الاولمبيات ان شاء الله. طيب احنا عايزينك بقى تحكي لنا عن اول بطوله خدتيها. انت بتقولي اول مره فزت كنت صغيره قوي وباباكي عمل لك احتفال، البطوله دي كانت ايه وكانت فين، واول بطوله بقى حقيقيه فعلا خدتيها برضو يا ريت تحكي لنا عنها. اول بطوله حقيقيه بطوله العالم طبعا، ما يعني هي اكبر حاجه انا دخلتها والحمد لله جبت فيها مركز. انا دخلت 4 بطولات عالم. حققت يعني انا دخلت 2014 2015 2016 2018. عظيم، هايل، برافو عليك. الحمد لله. يعني جبت تقريبا في اول واحده تصنيف خامس، الثانيه هي اللي جبت فيها ثالث. الاثنين التانيين ما حصلش نصيب لان كنت لسه بلعب في الكبار، فكان لسه الموضوع صعب. كواليس البطولات في حاجه بتاثر عليكي، بتضايقك، بتحسي ان في حد مثلا عايز يعمل لك عقبه معينه علشان ما توصليش او علشان ما تحققيش مركز؟ الكلام ده بيبقى في المنافسات بقى. يعني ابقى انا مثلا في ميزاني، فطبعا الكل بيقاتل بمعنى الكلمه عشان خاطر يخش، يبقى هو اللي يخش بطوله العالم مثلا. واللي هو يعني دايما بيبقوا عارفين كويس قوي اللي هو ايه، احنا بنلعب فكل واحده فينا بتقاتل عشان خاطر ميزانها، عشان خاطر تخش هي تطلع بطوله العالم، عشان خاطر تسافر. انت تعلقي على الصوره دي تقولي لنا ايه بقى؟ دي بطوله الجمهوريه اللي فاتت. اوكي. لسه من كام دي كانت فين؟ جامعه حلوان. اوكي. ودي برضو في جامعه حلوان. اثناء استلام الميداليه اخذتي فيها مركز اول؟ اول. هايل. دي اخر سنه، وده كابتن حسني، كابتن بتاعي اخويا الكبير بقى، حبيبي يعني. وكابتن احمد سلطان نفس البطوله، جهاز مجلس مجلس الاتحاد. اوكي. وكابتن تامر عبد المنعم بطل الاولمبيات. أوكي. تايكوندو. دي انا. صح. لسه طالعه من الماتش بقى. أيوة. فكان احتفال يعني. انا يعني الناس دي كلها انا بحبهم جدا وليهم فضل عليا كبير قوي يعني. اثناء ماتش دي دي وانا صغيره جدا، دي كان عندي 13 سنه. اوكي. انت اللي لابسه احمر؟ انا لابسه احمر. اوكي. برافو عليكي، برافو برافو. لياقه وستريتشنجز وفيتنج. انا بعرف دي بطوله العالم بقى الحركه دي. انا على فكره بجد دي بطوله دي بطوله العالم يعني ما بتجيش فوق قوي كده. ما هي بس محتاجه مرونه شويه. طبعا. وستريتشنج فظيع يعني، عايزه اقول لك الموضوع ده مش سهل، الموضوع ده لازم وانت صغيره طبعا عشان افتح حوض 180 دي. لا انت كنت بتتمرني جمباز وقتها؟ لا خالص، انا التايكوندو اول ما تقريبا فتحت عيني على الدنيا دخلت كنت في التايكوندو. التايكوندو او التايكوندو حسب ما اللفظ الدارج المصري اللي احنا بنتكلم فيه، في وسط كلامك بتقولي ايه يعني انا في ناس استغربت ان انا بنوته وبلعب تايكوندو. طيب حته الانوثه بقى يعني. ايوه انا فاهمه والله. ايوه يعني